الورقه ده هنا امام ميدانيه كان في ورقه بيقول بيرابوا الجيش سلموا الاجتماعات الثوره سلموا الاجتماعات الثوره مستقله ده ايه؟ إدارة الأزمات بالقوات المسلحة لدوافع التعاون يعني بتجسسوا على الجيش ده نزل كتاب سيدنا أيوه أيوه معاك وفق على حدود المعتبر التنسيق الليلي آخر لازمين القوات المسلحة لذلك العمل باستمرار تعاون بين وزارة الدفاع تعاون بين وزارة الدفاع معلوم من إيه؟ يعني هم متعاونوا مع بعض يقول لك مجموعة العمل قدام البروتوكول بتقوم وزارة بوزارة الإعلام شوف على فكرة الورق ده مهم فشخ الورق ده مهم فشخ الورق ده مهم فشخ على فكرة غرق العبارة في 93 ايه ده؟ جيبه جيبه صور هنا تغرق العبارة؟ لا انت خده 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 خده